السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم جماعة عندنا عرض مميز جدا جدا جدا. احنا الآن متواجدين في منطقة بيوكتشكمجة في اسطنبول في مشروع تيبكنت. هذا المشروع اللي يبنى فيه 2000 فيلا سكنية. صراحة المنطقة جميلة جدا وقريبة، تعتبر من مركز اسطنبول. الآن احنا نبعد عن تقريبا منطقة بيليكدزو ما يعادل 15 كيلو فقط. المنطقة هذه منطقة جميلة جدا زي ما ذكرنا، فيها 2000 فيلا سكنية. متواجدة الآن في المنطقة هذه 800 عائلة يسكنون المنطقة هذه. راح نصور لكم اليوم إن شاء الله بإذن الله هذه الفيلا الموجودة على مساحة 2100 متر مربع، مرتبة صراحة بشكل جميل جدا، فيها لمسات جميلة جدا زي ما شايفين المسبح، وهذا الديكور الخارجي للمبنى صراحة شيء مرتب جدا ومزروعة ومرتبة بأشياء جميلة جدا، منها زي ما شايفين الطماطم هنا والأشجار. طبعا الفناء الخارجي للمشروع زي ما شايفين مرتب وفيه اهتمام جميل جدا، المسبح حاطين فيه ديكور جميل، وأيضا هنا مكان للمظلة. تعالوا نشوف التفاصيل للحديقة بالكامل. هذا مكان للاسترخاء، فيها الستارة الإلكترونية، ومكان يعتبر مسبح للأطفال الصغار هنا. صاحب الفيلا ما شاء الله تبارك الله مهتم في أدق التفاصيل، يعني منها أنه في مطبخ يخدم المسبح هنا، راح نشوفها مع بعض إن شاء الله، وأيضا جلسة مسقوفة موجودة هنا للي تخدم المسبح وتخدم الحديقة الخارجية، وأيضا عندنا دورة مياه هنا تقدر تشوفوها، دورة مياه تخدم المسبح. الشيء الجميل في المنطقة أنه استغلال كل تقريبا سنتي وكل متر في هذا المشروع أو الفيلا نقدر نقول. عندنا الشلالات الخارجية الموجودة هنا زي ما انتم شايفين، صراحة اهتمام رائع من صاحب الفيلا يشكر عليه، حاط عندنا شلالات. صوت الشلال هذا سواء انت نايم او داخل الفيلا هذه يعطيك شيء صراحة جميل جدا. طبعا مدخل الفيلا نقدر نقول لكم من الطرف هذا، الفيلا تكفي فيها تقريبا 8-9 سيارات، غير الجراج الموجود اللي يخدم 3-4 سيارات تقريبا. تعالوا نشوف المنطقة الخلفية للفيلا هذه والمزرعة الصغيرة اللي حاطها صاحب الفيلا. الآن نطلع للطرف الخلفي للحديقة، تعالوا معنا نشوف المزرعة الصغيرة الجميلة اللي مرتبها صاحب الفيلا. زي ما انتم شايفين هنا عندنا الديكور واللون والتنسيق الجميل للفيلا من الخارج. عندنا هنا أشجار بفواكه مختلفة زي ما انتم شايفين، عندنا هنا الفلفل وأيضا زارع فيها كزبرة، وأيضا عندنا الباذنجان، في أنواع كثيرة من الفواكه والخضروات اللي زارعها. حديقة صغيرة اهتم فيها اهتمام جميل جدا. عندنا البصل، زارع بصل ما شاء الله، هذا البقدونس ما شاء الله، اهتمام جميل جدا بالأطراف. الميزة في الفيلا هذه انها زارعين في اطرافها اشجار بحيث انها تقفل على الفيلا الاخرى. وعندنا هنا الفناء الخلفي للفيلا. طيب نكمل مع بعض الفناء الخلفي للحديقة. زي ما انتم شايفين مساحة واسعة جدا استغلها صاحب الفيلا انه بنى بيت خشبي جميل جدا، راح ندخل نشوفه الان. لكن شايفين هنا اشجار الفواكه الموجودة، مثلا شوفوا هنا عندنا ما شاء الله الفواكه بأنواعها موجودة في الحديقة هذه. صراحة شيء جميل جدا انك تكون في فيلا وفيها اشجار مزروعة بالفواكه المتنوعة. طبعا ما احب اذكر انه الفيلا هذه فيها 14 كاميرا مراقبة سواء للخارج او الداخل زي ما انتم شايفين هنا فوق،
فنظام الأمن هنا ممتاز جدا. والمنطقة اللي احنا فيها، المجمع السكن اللي احنا فيه، فيها نظام سيكيورتي. طبعا ما ننسى انه فيها نظام، في بحيرة قريبة هنا، وايضا في مستشفيات قريبة. ايضا العائدات في المجمع هذا 550 ليرة تركية، تشمل الصالات الرياضية الموجودة، في مسبح ايضا يخدم المجمع، وايضا التاكسي ايضا قريب جدا في داخل المجمع باتصال واحد، ممكن يوصل عند الفيلا وياخذكم للمكان اللي تبغوه، قريبة جدا من وسائل المواصلات وشارع اي بيش المعروف اللي يربط في اسطنبول كلها. الان تعالوا معانا نشوف المنطقة هذه اللي رتبها صاحب الفيلا، بيت خشبي جميل جدا، نشوفها سوا. زي ما انتم شايفين زارع الورد ايضا هنا. طبعا صاحب الفيلا الله يجزاه بالخير استقبلنا هنا مع الفواكه هذه. هذا التفاح يا جماعة مزروع هنا في الفيلا هذه، فطعمه ممتاز جدا. تعالوا معنا نشوف طريقة ترتيب المنطقة هذه. زي ما انتم شايفين عندنا فرن هنا، ممكن يكون فيه طبخ، وممكن يكون فيه خبز، ممكن يعني مجهزة بطريقة كويسة. هنا مستودع، ايضا عندنا هنا مكان للشواء، مغسلة لليد، حمام الله يكرمكم موجود هنا يخدم المنطقة هذه أو يخدم الضيوف. صراحة زي ما قلت لهم أهني صاحب الفيلا هذه أنه فكر في كل شيء. عندنا هنا البيت الخشبي الجميل هذا صراحة اللي خلينا ندخله، اللي يستقبل فيه دائما الضيوف. بسم الله ما شاء الله، تفضل معانا، شغل اللمبات. شوف كيف بيت خشبي جميل ومبني على التراث الجميل القديم بالديكورات الحلوة هذه والجلسة العربية الممتازة. عندنا هنا نظام التدفئة على الحطب، دائما يستخدموها الأتراك للطبخ أيضا، فنظام جميل صراحة ومرتب، ديكورات جميلة جدا. شايفين المسدسات والأدوات هذه الموجودة، السيوف، شيء جميل وتراثي. وريحة الخشب أصلا دائما تعطيك جو جميل مع الحديقة المميزة هذه. الآن بعد ما خلصنا شفنا البيت الخشبي هذا، تعالوا مع بعض نشوف الفناء الخارجي الباقي ومدخل الفيلا. طبعا زي ما انتم شايفين المساحة هذه ممكن استغلالها أيضا بوضع جلسات خارجية وجميلة، ممكن تحويلها إلى ملعب سلة أو ملعب كرة طائرة، منطقة جميلة جدا ممكن تخدمها. زي ما انتم شايفين الفناء الخارجي للفيلا والتصميم الخارجي مميز ومرتب جدا صراحة، في اهتمام بأدق التفاصيل. حتى عندنا هنا تراس خلفي مستغلين استغلال ممتاز جدا. وأيضا عندنا هنا مدخل يدخل للمطبخ اللي هو ممكن يخدم الطرف الخارجي هذا، حاطين جلسات حلوة. وأيضا عندنا جلسة هنا، السقف واللمبات والديكورات شيء مرتب جدا. وعندنا هنا مدخل فيلا، تعالوا معنا نشوف الفيلا من الداخل. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. الآن تفضلوا معنا لداخل الفيلا. زي ما انتم شايفين أول ما ندخل على يدنا اليمين عندنا المدخل هذا الجميل. طبعا كل تصميم الفيلا ديكور خاص، طبعا الرجل اللي صمم الفيلا هذا مهندس معماري ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين هذه كلها ديكورات خاصة، يعني تشطيب ممتاز جدا، حتى مستخدم مساحة كبيرة. والميزة الجميلة في الفيلا السقف المرتفع هذا زي ما انتم شايفين. فأول ما ندخل على يدنا أيضا اليسار هنا عندنا غرفة، تعالوا نشوف الغرفة في البداية. طبعا زي ما انتم شايفين الأبواب هذه كلها تصميم خاص بالفيلا هذه. هذه الغرفة مساحتها ممتازة جدا، نقدر نقول 5×5 فيها الطقم هذا. البيع يا جماعة بالأثاث، طبعا الأثاث هذا كله يكون من ضمن البيعة. منطقة أو مساحة ممتازة جدا مستغلينها كغرفة للضيوف. عندنا هنا على طول حمام وبانيو يخدم الضيوف هنا. لو تلاحظوا السيراميك المستخدم صراحة سيراميك شكله جميل جدا، معطي جو هادئ وجميل. شوفوا عندنا هنا أيضا مستخدمين السيراميك اللي هو 120 سنتي في 60 سنتي، ذات لمعة جميلة جدا معطية شكل حلو. الأخشاب كلها تصميم
خاص. أيضا عندنا اللي هو نظام التدفئة بالغاز، الغاز موجود في الفيلا هذه. تعالوا معنا نشوف المطبخ. طبعا الشيء الجميل في المطبخ انه اغلب الابواب مستخدمينها ابواب سحب، هذه تعطي مساحة افضل للفيلا بحيث انه ما يكون في فتح للداخل. تفضلوا معنا شوفوا التصميم الرائع للمطبخ اللي يخدم زي ما قلنا الفناء الخارجي وايضا يخدم الفيلا هذه. الافران الموجودة هنا ماركة بوش، ماركة ممتازة جدا، التصميم تصميم جميل جدا، الرخام من افضل انواع الرخام الموجود زي ما انتم شايفين، تصميم جميل ومرتب، دواليب كبيرة، مساحة كبيرة مستغلينها بالركن هذا، ممكن يكون ركن الغداء او الفطور، فصراحة شيء ممتاز جدا. الان تفضلوا معانا نشوف الصالة والاطلالة الجميلة لها. عندنا هذه الصالة اللي مساحتها تقريبا 60 متر مربع، مساحة كبيرة جدا مستغلينها بأنواع الديكورات الجميلة زي ما شايفين، سقف عالي جدا حدود 3.5 متر، اللوحات الموجودة والديكورات الموجودة والأثاث الموجودة الفخم هذا جدا، الباركي المتناسق مع ألوان الجدار. وعندنا هنا اللي هي نظام الشومين يسموها الأتراك، شوفوا لها طريقة جميلة جدا بحيث أنه ممكن تفتحها عن طريق السحب وتستخدمها في الشتاء للتدفئة، وأيضا ممكن تفتحها بالطريقة هذه، نظامها جميل جدا. ولها طبعا شفاط سحب لفوق. هنا زي ما انتم شايفين نظام التدفئة حاطينها مركبة بالكامل، أثاث راقي جدا، والسقف زي ما قلنا سقف مرتفع وجميل. عندنا هنا طاولة الطعام وغرفة المائدة زي ما يقولوا، مستخدم فيها أفضل أنواع الأثاث وأفضل الديكورات الموجودة. صراحة الصالة واسعة وكبيرة والديكورات المستخدمة ممتازة جدا، حتى الأبواب المستخدمة ماركاتها ممتازة جدا. هذا باب سحب يطلعنا للتراس الخارجي. الآن تفضلوا معنا نشوف التراس المطل على الحديقة. طبعا إذا جينا وطلعنا للتراس هذا شايفين المساحة الموجودة تقريبا بحدود 45 متر مربع، تراس جميل جدا، حاطين فيها الكراسي الخشبية هذه والكرسي هذا الجميل اللي ممكن تجلس فيه كذا زي ما انت شايفين. على أهم شيء الإطلالة صراحة اللي ترد الروح زي ما يقولوا على المسبح وعلى الطبيعة الموجودة هنا في اسطنبول. في الغالب دائما نعرض شقق، دائما نعرض فلل قريبة من البحر، لكن نادرا ما تحصلون فلل موجودة في منطقة كهذه فيها الطبيعة وفيها الهواء النقي. التراس مستخدمه بشكل جميل، شايفين الجلسة الحلوة هذه والتشطيب الحلو والسقف الممتاز. الآن نكمل بقية التفاصيل للفيلا، نطلع للدور اللي فوق، تعالوا معنا نشوف باقي التفاصيل. طبعا زي ما انت شايفين قلنا الدرج هذا تصميم خشبي جميل بيد معمارية، الديكورات موجودة زي ما انت شايفين هنا، حتى اللمبات والتنسيق متناسق جدا. أول ما نطلع الدور هذا يا جماعة اللي فوق عندنا فيه أربع غرف موزعة توزيع حلو. تفضل معانا نشوف الغرفة الأولى. الغرف مساحاتها تقريبا 40-45 متر مربع، غرف واسعة جدا. شوفوا الغرفة الأولى هذه، تفضل معانا. هذه الغرفة الأولى زي ما انت شايفين في ارتفاع للسقف وأيضا تصميم جميل جدا للسرير الموجود، مساحتها واسعة جدا يمكن تقسيمها، لكن فيلا جميلة جدا مستغلين المساحة بطريقة حلوة. عندنا هنا غرفة تبديل الملابس، أيضا كل الأبواب في بعض الأماكن يعني مستغلينها بطريقة جميلة بحيث أنها تكون سحب. غرفة تبديل الملابس لها أيضا بانيو خاص فيها زي ما انتم شايفين، جميل جدا صراحة. الآن تعالوا معنا نشوف الغرفة الثانية في الفيلا هذه. عندنا الغرفة الثانية هذه مساحتها تقريبا 6x5، أيضا حاطين أثاث جميل، والميزة فيها أنه لها بلكونة جميلة تطل على المسبح وعلى الطبيعة الجميلة هذه.
إطلالتها جميلة ما شاء الله. طيب نشوف مع بعض الغرف الباقية، تفضلوا معنا. عندنا في نفس الموزع عندنا حمام يخدم الدور بالكامل زي ما انت شايفين، السيراميك الموجود فيه والشاور الموجود فيه شيء مميز جدا صراحة، تنسيق جميل جدا في الألوان. تفضل نشوف الغرفة هذه اللي تعتبر من أجمل الغرف الموجودة في الفيلا هذه، ممكن تكون غرفة جميلة. ليش؟ لأنه فيها مساحتها 4x5 تقريبا، وتعتبر غرفة دوبلكس. شوفوا فيها دورين، نطلع الآن للدور الثاني. طبعا قبل ما نطلع عندنا البلكونة بنفس الإطلالة، لكن شوفوا الدور الثاني حاطين فيها مكتبة ومكان لقراءة الكتب. زي ما انتم شايفين في المنطقة هذه مكان صغير كذا وجميل لقراءة الكتب وللتفكير، يعني تاخذ الكتاب وتريح هنا جلسة حلوة ممكن تقرأ كتابك. عندنا مكتبة صغيرة هنا ممكن نشوفها مع بعض، هذه مكتبة حاطينها موجودة. وأيضا الغرفة هذه لها حمام وبانيو خاص فيها، صراحة استغلال المساحة ممتاز جدا في هذه الفيلا. الآن تعالوا معنا نشوف الغرف الباقية. تعالوا مع بعض نكمل الغرفة الثانية. طبعا عندنا برضو الغرفة الثالثة هنا مساحتها كبيرة جدا، تفضل معايا. هذه الغرفة أيضا مساحتها ما يقارب 35 متر مربع، يعني حاطين الديكورات والتصميم الجميل هذا، ولها حمام وبانيو خاص فيها. وأيضا لها هنا بلكونة مطلة على المسبح وأيضا على الحديقة الخارجية. طبعا اذا لاحظنا في اغلب الغرف انه ما في مكيفات، الجو يا جماعه في المنطقه هذه جو جميل جدا، ونعتبر في منطقه مرتفعه شويه بحيث انه ما نحتاج الى مكيفات، فالجو هادئ وجميل. تعالوا نشوف تفاصيل بقيه الفيلا. الان وصلنا للبدروم، طبعا في اشياء جميله موجوده في البدروم فكر فيها صاحب الفيلا وطبقها صراحه. الفيلا لها زي ما شفنا المدخل الرئيسي، وايضا لها مدخلين من موقف السيارات. اذا جيت وقفت السياره في الاوتو بارك، عندنا هنا زي ما انتم شايفين هذا الاوتو بارك، ممكن توقف السياره وتدخل للفيلا من المنطقه هذه. ايضا في عندنا هنا مستودع لحفظ المأكولات الغذائيه، طبعا عشان المطبخ فوق زي ما شفتوا موجود. هنا عندنا مستودع مستغلها صاحب الفيلا للمأكولات الغذائية، مساحة كبيرة جدا ممكن تحافظ فيها على المأكولات الغذائية، أو ممكن تستخدموها كمستودع لأشياء أخرى. ما شاء الله مساحة الفيلا كبيرة جدا 900 متر، فيها استغلال جميل جدا للمساحة. عندنا هنا غرفة مميزة جدا جدا، صاحب الفيلا فكر في فكر جميل وسوى ميني سينما، سينما مصغرة للفيلا هذه. تعالوا معنا نشوف المنطقة هذه صراحة ممتازة جدا. طبعا هو ما كملها لأنه ما عنده أحد، فمستغلها حاطها زي كذا. زي ما انتم شايفين هنا بالخلف الجدار هذا في ستارة تنزل، وعندنا هنا مكان للبروجيكتر بحيث انه تكون في كراسي هنا حتى تتفرج على السينما، فكرة جميلة جدا. عندنا برضو هنا مكان مستودع صغير للمنطقة هذه. عندنا هنا الغرفة الثانية اللي هي تعتبر صالة للألعاب الرياضية والبلياردو، حسب صاحب الفيلا انه فكر يحط فيها بلياردو هنا، وفي تكون في جلسة هنا جميلة، وأيضا حاطين مكان لنظام الصوت. يعني الغرفة هذه يا جماعة غرفة البلياردو
تطلع مباشرة على المسبح. هذه ميزة جميلة جدا صراحة، أنه ممكن تطلع من هنا على المسبح. طيب، هذا الطرف الأول. عندنا الطرف الثاني من البدروم، تعالوا نشوف مع بعض. صاحب الفيلا فكر فيها بطريقة ممتازة جدا أيضا، وخلى مكان لغرفة السائق أو السائقة أو الخادم. تعالوا معنا نشوف الطرف الثاني اللي موجود هنا. طبعا المنطقة، كل منطقة جماعة من الفيلا الموجودة هنا لها جهاز إنذار خاص. غرفة السائق له جهاز إنذار خاص، الفيلا بالكامل لها جهاز إنذار خاص، والبدروم الطرف الثاني له جهاز إنذار خاص. هذه المنطقة اللي يدخل منها السائق بعد ما يوقف السيارة في المواقف، يدخل من المنطقة هذه اللي جوه. فعندنا غرفة نوم للسائق أو السائقة أو الخادم أو الخادمة، زي ما انت شايفين حاطين لهم، مجهزين لهم مكان ممتاز جميل زي كذا. طبعا مو فقط يشترط انه يكون للسائق او الخادم، اللي عنده ابناء ممكن يستغلها بالطريقه هذه، لكن هذا تصميمهم وتفكيرهم. هذا الحمام اللي يخدم المنطقه هذه. عندنا هنا مطبخ يخدم الجناح هذا اللي هو للسائق او السائقه، وايضا في حاله استخدامها كمطبخ للمسبح. اذا كنتوا في المسبح مثلا واحتجتوا مطبخ، ممكن تستخدموا المنطقة هذه. فصراحة التصميم والترتيب ممتاز جدا، بحيث انه فكر في كل النواحي واستغل المساحة استغلال جميل جدا. هذا المطبخ ممكن يخدم المسبح، وايضا ممكن يخدم غرفة الخادم او السائق. هذا كل شيء بالنسبة للتفاصيل الداخلية للفيلا. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم. الفيلا صراحة تعتبر من أفضل الفلل اللي شفناها في إسطنبول كموقع ومساحة وتشطيب. المعلومات والتفاصيل موجودة أسفل هذا الفيديو. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.